إلى متى سيستمر نزيف الدم بوادي حضرموت؟ سؤال يتجدد مع كل واقعة اغتيال تشهدها مناطق الوادي دون أن تجد من أحد إجابة. الأربعاء الدامي عمليتا اغتيال منفصلتين، الأولى استهدفت مسؤولا حكوميا هو مدير عام الاتصالات بمديرية القطن عمر صالح الأرضي، أما الثانية فطالت شيخا قبليا هو عبد الله بن عامر بن عبدات الكثيري، والذي كان يقود سيارته ليلا في مسيال منطقة بحيرة بمديرية شبام حضرموت حينما أطلق عليه مسلحون مجهولون وابلا من الرصاص ليردوه قتيلا في الحال. الملف العملي يبقى هو الملف الأول في مهمتنا هذه في أثناء الزيارة وأثناء عملنا، أزيد وكرر من جديد، الملف الأمني سوف يشهد تحول في الوادي. تسفك هذه الدماء الجديدة في وقت لم يجف دم الضابط المتقاعد ذي 60 عاما ربيع جروان، الذي لقي مصرعه قبلها لثلاثة أيام بمنطقة حوطة أحمد بن زين بمديرية شبام برصاص مجهولين. والمجهول هنا صفة دائمة الحضور للسواد الأعظم من جرائم الاغتيالات التي توقف النشطاء الحقوقيون ومن قبلهم السلطات في إحصائها لكثرتها، وهي التي أضحت وخلال السنوات الماضية أكثر تمنهجا ووضوحا في أنها باتت توشك أن تشكل العنوان الأبرز لمظاهر الحياة العامة لوادي حضرموت. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.